نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أكدت مصادر فلسطينية من داخل مخيم اليرموك بدمشق خلوه من وجود المسلحين، وأضافت أن من بقي من المسلحين ستتم تسوية أوضاعهم ليصبحوا ضمن وحدات حماية المخيم. في الأثناء تم الكشف عن مجموعة من الأنفاق تصل المخيم بمناطق محيطة به كانت المجموعات المسلحة تستخدمها. حالات صحية حرجة يتم إخراجها يوميا من المخيم بعد معاينتها. أي معي عصبي وضغط أشكال وألوان، ما عم بحسن واقف. الحالة الإسعافية بنبعثها على المشفى، اما الحاله المرضيه عم نحاول نتعامل معها هون في النقطه الطبيه، نقدم لها العلاج اللازم، نكشف عليها. الاتفاقيه دخلت مراحل جديده ليقام اخر حاجزين مشتركين بين الفصائل الفلسطينيه وبين من كان سابقا من مسلحي ما يسمى الجيش الحر عند محكمه اليرموك وجامع المصطفى، والى هناك وصلنا. مهمة هذه الحواجز منع أي عودة للمسلحين من الحجر الأسود ويلدا ومناطق مجاورة إلى داخل المخيم. في هذا القاطع ووصولا إلى محكمة اليرموك تنتشر عناصر القوات المشتركة الفلسطينية التي يعني اصطلح على تسميتها كخطوة أولى. الخطوة الثانية والتي ينبغي أن تنفذ اليوم أو غدا من المحكمة لغاية شارع 30 ساحة النجمة وصولا إلى مشفى فلسطين. في هذا الحي هنا كانت تتواجد ما يسمى كتائب ابن تيمية التي عطلت اتفاقية المخيم سابقا قبل أن تنسحب إلى خارج المنطقة. سلسلة أنفاق وجدت في المنطقة وصلت بين اليرموك والمناطق المجاورة. هذه أحد الأنفاق التي تم ضبطها قبل ساعات تصل بين شارع 30 ومخيم اليرموك. عناصر جديدة بات لها تواجد في المخيم تحت مسمى الحراك الشعبي، لها مهمة محددة: تسيير أمور المنطقة وحماية المنطقة، وأي خرق للهدنة نحن مباشرة بنخبر المسؤولين وبتم مداركة الأمر. وفقا للمصادر الفلسطينية لم يتبقى أي تواجد مسلح في المخيم، فمن لم يوافق على الاتفاقية خرج، بينما قام آخرون بتسوية أوضاعهم والانضمام إلى لجان حماية المخيم. تبدو الأجواء أكثر إيجابية في مخيم اليرموك مع دخول مبادرة المخيم مراحل جديدة قد تخلصه من معاناته المستمرة منذ أكثر من عام. دارين فضل، العالم، من مخيم اليرموك بدمشق. أعرب ممثلون مما يسمى بالمعارضة السورية عن شكرهم لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقوفه إلى جانب الشعب السوري بحسب تعبيرهم. وقالت إذاعة الكيان نقلا عن ممثلي المعارضة السورية إن وقوف نتنياهو العلني إلى جانب الجرحى السوريين يعتبر رسالة مهمة للشعب السوري، خاصة بعد فشل مفاوضات جنيف 2. وقال محمد بديع أحد ممثلي المعارضة في اتصال هاتفي مع الإذاعة من اسطنبول إن جماعات المعارضة ترحب بأي خطوة إسرائيلية هدفها مساعدة الشعب السوري. وكان نتنياهو التقى جرحى من المسلحين السوريين في مستشفيات الجولان المحتل كانوا لجأوا إلى كيان الاحتلال بعد معارك مع الجيش السوري. قالت مصادر مقربة من المجموعات المسلحة في سوريا إن السعودية تسعى إلى تزويدها بأسلحة مضادة للطائرات والدروع في محاولة لقلب التوازنات في المعارك. المصادر أشارت إلى أن الرياض تجري محادثات للحصول على هذه الأسلحة من باكستان، وأضافت أن رئيس الأركان الباكستاني رحيل شريف قد زار الرياض مطلع الشهر الحالي والتقى ولي العهد سلمان بن عبد العزيز. ورجحت المصادر أن يكون الأردن الممر لإدخال هذه الأسلحة إلى الداخل السوري. ميدانيا بسط الجيش السوري سيطرته على محيط قرية المريعية ومحطة الرفع الثانية في دير الزور بعد معارك مع الجماعات المسلحة، وتمكن الجيش من القضاء على قائد ما يسمى كتيبة صقر قريش وأحد قادة ما يسمى حركة أحرار الشام.
وفي حلب شمال البلاد قتل عشرات المسلحين بعد تدمير سياراتهم المحملة بالذخيرة في أحياء المرجى وبستان القصر والمدينة القديمة وكذلك السكن الشبابي، كما تم القضاء على عدد من المسلحين وتدمير مستودع للأسلحة في محافظة حمص وسط سوريا. في سوريا وبعد تردد معلومات عن هجوم محتمل للمجموعات المسلحة انطلاقا من الجنوب السوري باتجاه دمشق، يؤكد مراقبون استعداد الجيش السوري وجهوزيته لمواجهة أي هجوم مفترض لهذه المجموعات. كثرت الأقاويل عن هجوم وحشود للجماعات المسلحة تتحضر في الجنوب السوري، تجمعها في درعا وجسور إمدادها البشري والعسكري في الأردن ووجهتها العاصمة دمشق. لم يستهن الجيش السوري بما يحصل، فحشد واستعد لمواجهة ما يجري الإعداد له. عندما نتحدث عن الجبهة الجنوبية، جبهة درعا والسويداء، فهذا يعني هناك عمق استراتيجي للقوات التي ستوكل إليها مهمة يعني التصدي لهذه العصابات أو هذه المجاميع المسلحة وأمكانية مدها بالسلاح والذخيرة، فضلا عن أن كل ما له علاقة بعوامل القوة العسكرية السورية متحشد في هذه المنطقة. لكن هذا لا يعني على الإطلاق التقليل من إمكانية إصرار يعني أصحاب الرؤوس الساخنة على المضي في هذا السيناريو الخطر جدا. إن هذه المنطقة الجنوبية هي منطقة جبهة بالأساس، والجيش العربي السوري متواجد فيها بكثافة وباستعداد وجاهزية دائمة قبل وأثناء وسيبقى هكذا. الجيش السوري بات يتقن التكيف والتعامل مع معظم أشكال الحروب على امتداد الخارطة السورية، من حرب المدن إلى الحروب الكلاسيكية حتى صد موجات الزحف البشري. في مثل هذه الحالة تستطيع الوسائط النارية السورية أن تنزل أفدح الخسائر في صفوف أولئك، وبخاصة أن المنطقة مكشوفة. والنقطة الأخرى أن هناك الاستعدادات التامة، يعني أن قناعتي الذاتية عندما يتحدثون عن نية الهجوم من درعا، فهذا لا يكون في العلم العسكري إلا بحد أمرين: إما أنهم فعلا واثقين من النصر وهذا غير معقول، أو أنه نوع من التضليل الاستراتيجي ليكون حرف أنظار الدولة السورية والجيش العربي السوري باتجاه آخر. محاولتهم هذه كمن يحتضر ويموت، فيحاولوا من بأي طريقة ومن أي ثغرة أن يدخلوا، فتزداد حركاتهم. جماعات مسلحة أنهكت سابقا وخسرت معظم محاولات هجومها السابقة. المراقبون يتحدثون عن فشل محتوم حتى مع دعم استخباراتي وتسليحي دولي. حشود من الجماعات المسلحة ودعم عسكري لوجستي، كثر الحديث عن تحضيرهم للدخول من جهة درعا. مراقبون عسكريون تحدثوا عن جهوزية تامة وقوة ردع لدى الجيش السوري تم استخدامها في الأيام الماضية تفشل كل محاولة انتحار للمسلحين. جعفر مهنا، قناة المنار، دمشق. أعلنت 9 جماعات مسلحة في ريف درعا الغربي عن معركة للسيطرة على تل الجابية وعدة مواقع على الطريق الواصل بين درعا والقنيطرة. هذه الجماعات ومن ضمنها حركة أحرار الشام وجبهة النصرة قالت في بيان باسم المجلس العسكري في القنيطرة إنها شنت هجمات على مواقع عدة للجيش السوري في إطار معركة أطلقوا عليها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قتل عدد من المسلحين بعضهم من جنسيات غير سورية خلال اشتباكات مع الجيش السوري في قرية رسم عسان بريف حلب، بحسب ما ذكر المرصد المعارض، في وقت تدور معارك بين الجانبين في أحياء حلب القديمة وغيرها من المناطق الحلبية. مراسل المنار في حلب حسام علي زار منطقة الشيخ نجار بعد إعادة الجيش الأمن إليها وعاد بالتقرير التالي. ضمن عملياته المتواصلة في محافظة حلب، سيطر الجيش السوري على قرية الشيخ نجار التي تعد نقطة استراتيجية لانطلاق عمليات اتجاه المدينة الصناعية من الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية. نحن رجال الجيش العربي السوري نرصد تحركات المسلحين لعدم دخولهم إلى قرية الشيخ نجار، وسنسحقهم ونعد أهلنا في حلب الشرفاء أن يرجعوا إلى بيوتهم سالمين بعون الله تعالى. الجيش السوري حطم نقاط الدفاع الأمامية للجماعات المسلحة وفتح أبواب معركة جديدة على مشارف المدينة الصناعية. طبعا بهمة أبطالنا أبطال الجيش العربي السوري دخلنا إلى بلدة الشيخ نجار وحررناها من المسلحين. قسم من المسلحين قتل وقسم فر،
للمدينة الصناعية. أهالي قرية الشيخ نجار باتوا يشعرون بالأمان بعد وصول الجيش إلى قريتهم وتحريرهم من إرهابيي الجماعات المسلحة. والحمد لله رب العالمين، وصلنا الجيش وصرنا بأمان، والله ينصر الجيش ويخلي لنا سيادة الرئيس ويديموا علينا ونخلص من هالبلاء اللي جابوا له هالبلد. حرمونا من المدارس ومن فات الجيش العربي السوري، صرنا بأمان والحمد لله. العمليات العسكرية في المدينة الصناعية بدأت. تمهيد مدفعي واشتباك بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في الجهة الجنوبية وجنوبية الشرقية للمدينة. عمليات وفرت للجيش السوري السيطرة على قرية الشيخ زيات ومبنى البريد ومبنى النافذة الواحدة من المدينة الصناعية. نحن الجيش العربي السوري قمنا بتطهير المبنى البريد في منطقة الصناعية والنافذة الوحيدة للمنطقة الصناعية، وسنلاحق الإرهابيين أينما وجدوا وأينما كانوا. إنجاز جديد حققه الجيش السوري بعد سيطرته على قرية الشيخ نجار، فبات مبنى البريد والنافذة الواحدة من المنطقة الصناعية في الشيخ نجار تحت سيطرة الجيش السوري من أمام بريد المنطقة الصناعية. حسام العلي، قناة المنار، حلب. شهدت بلدة نجهة بريف دمشق تجمعا جماهيريا حاشدا دعما للجيش السوري في مكافحة الإرهاب، وشدد المشاركون على دعمهم للرئيس بشار الأسد وعلى مواقف الحكومة خصوصا في مؤتمر جنيف. مسيرات التأكيد على الثوابت الوطنية لا تزال تعم المدن والبلدات السورية، ففي حماه وسط البلاد خرجت مسيرة ضخمة ارتفع فيها الخطاب الوطني عاليا. على المنوال ذاته غزلت مصياف، البلدة الوادعة في ريف حما، ينسحب الأمر كذلك على مواطني الغوطة الشرقية. الله يحيي الجيش ويحيي بشار اللي هو رئيسنا وبيضل رئيسنا، ومنفتخر فيه ومنقول لكل الدول اللي برا انه ما رح يستفادوا شيء من كل اللي عم يساووا. هذا شعب سوريا، نسوانا ورجالا وولادا، واقفين وقفة واحدة وإيد واحدة. ما دام السوريون على يد واحدة فنحن صامدون بوجه كل عدو، وما دام الله معنا وقائدنا بشار فنحن بعون الله منتصرون. وإحنا من أهالي السيدة زينب بنحيي للرئيس بشار الأسد، والله يحمي الجيش، والله يحمي قائد هالوطن. ما سماه المواطنون عرسا وطنيا وصل إلى نجهة، البلدة التي تحمل رمزية كبيرة حيث يضم ثراها مقبرة آلاف الجنود الذين قضوا دفاعا عن سوريا إبان الحروب التي خاضها الجيش السوري مع العدو الصهيوني. نحن أهالي مخيم الحسينية جينا تضامنا مع أهالينا بنجهة لنوصل رسالة لهذا اللي اسمه الجربة، أنه تضامننا مع الجيش العربي السوري، نحن مو معه هو، مين كاين هو لحتى شو اسمه، مين كاين هو. نحن جينا اليوم لحتى نعبر عن ولائنا وعهدنا لوطننا سوريا ولسيادة رئيسنا المفدى الدكتور بشار الأسد ولسيادة السيد حسن نصر الله أدامه الله، وإننا على درب المقاومة ودرب النضال سائرون حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة ودحر الإرهاب بكل أنواعه. أنا من مخيم، سكان مخيم اليرموك، جينا مشان سيادة الرئيس بشار الأسد، والله يخلي الجيش والله يحمي بشار الأسد ويحمي نصر الله شو. بدي أقولكم هاي هي سوريا بطبيعتها، ما حدا بيقدر لسوريا، ونحن مع الحكومة السورية، نحن مع الجيش العربي السوري. الأهالي هنا جاءوا من كل المناطق المجاورة يحدوهم الأمل بأن تبقى راية السلام عالية ويجتمع السوريون على كلمة سواء. احتفالية اليوم في نجهة تنسحب على الأعوام الثلاثة الماضية التي لم يسجل فيها أي اضطرابات تذكر في البلدة الواقعة في منطقة ساخنة، فهذه بركة الشهداء الذين تضم نجهة رفاتهم كما يقول الأهالي هنا. من نجهة في ريف دمشق، محمد عيد، قناة المنار. شكلت نجاحات الجيش السوري في معركته ضد المجموعات المسلحة نقطة تحول في مسار الأزمة، وتواصل السلطات السورية استثمار هذه النجاحات عبر استكمال المصالحات التي لاقت تأييدا في الشارع السوري. رفعت عناوين عن الديمقراطية والحرية في سوريا، فخرجت تظاهرات تحت تلك المسميات، ما لبثت أن تحولت إلى نزاع مسلح للاستيلاء على السلطة. كثر السلاح والمسلحون وتكشف الدعم الخارجي لتلك الحركات، وكلما حاول المسلحون تلميع تحركاتهم تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء. لتتسارع الأحداث وتشن المعارك المضادة من قبل الجيش السوري،
وتسقط المعاقل الحصينة للمسلحين. الآن وبعد أعوام على الأزمة تدحرجت كرة الواقع وبدأت التسويات في مناطق عدة من البلاد. الدولة السورية عندما كانت تستثمر نجاحات الجيش العربي السوري وانتصاراتها في معظم المدن والبلدات، إنما كان الهدف الأساسي لها أن تعمل على تحويل البيئة الحاضنة للإرهاب لتصبح بيئة لافظة، وتجفف هذه البيئات من أي بذور لهذا الفكر الإرهابي. ولذلك نستطيع أن نقول نعم، إن هذه المصالحات تأتي في سياق انتصارات الجيش العربي السوري. خرج السوريون في أرجاء البلاد بذات الإصرار الذي توجوا به مسيراتهم المؤيدة للمؤسسات والدولة والرافضة لما اعتبروه حربا على بلادهم. وضوح بوادر النصر بالنسبة لمحور المقاومة وإحساس المواطنين بهذا الأمر دفعهم إلى الشوارع من أجل إثبات للرأي العام العالمي أن هذا الشعب ما زال صامد في هذه المعركة، إضافة إلى مجموعة الاستحقاقات الوطنية القادمة وعلى رأسها إبقاء الجمهورية العربية السورية واحدة على المستوى الجغرافي والمستوى الشعبي بقيادة السيد الرئيس دكتور بشار الأسد. استطاع السوريون في الداخل الحوار على أرضهم والوصول لنجاحات كثيرة، بينما ما تزال شريحة من المعارضين في الخارج تبحث عن مكاسب سياسية صرفت سلفا على حسابهم في أروقة المجتمع الدولي. لحظة قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص سوريا رفع الحصار عن المدن فيها وتسهيل دخول القوافل الإنسانية، أبرز المناطق المحاصرة نستعرضها مع غادي غنطوس. السلام عليكم. نحو ربع مليون مدني محاصرون في عدة مناطق في سوريا. المناطق المحاصرة تتركز في ريف دمشق الجنوبي ولا سيما في بلدات الغوطة الشرقية من دوما وعربين وعين ترمة وزملكة التي تضم حوالي 173 ألف شخص تحت الحصار بحسب التقرير الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان في جنيف. لا يتوافر في هذه الأحياء سوى الحد الأدنى أو أقل من الطعام ومن الضروريات الأساسية. مخيم الذي يقع على مسافة 8 كيلومترات من العاصمة دمشق رفع عنه الحصار جزئيا مع إدخال أكثر من 6000 سلة غذائية وإخراج 3000 مدني معظمهم من المرضى. حمص القديمة وضعت في دائرة الضوء أخيرا بسبب التمكن من إدخال المساعدات الإنسانية إليها وإجلاء المدنيين منها. أجليت عائلات ظلت تحت الحصار في المدينة أكثر من عام ونصف عام، بينما لا يزال حوالي 3000 شخص في أحيائها القديمة يحتاجون إلى المساعدة. المعارضة المسلحة تفرض حصارا خانقا على بلدتي نبل والزهراء منذ سنة ونصف سنة، ما يحول دون وصول الغذاء والوقود والإمدادات الطبية إلى ما يقارب 45 ألف مدني، ما دفع بالسكان إلى حفر آبار للحصول على المياه في ظل ظروف غير صحية تجعلهم معرضين للإصابة بالأمراض. في إدلب يحاصر المسلحون بلدة الفوعة الواقعة في القسم الشمالي الغربي من سوريا، أما مدينة دير الزور فتخضع لحصار منذ حوالي 6 أشهر، وكانت الحكومة السورية تعمد إلى إرسال المساعدات الإنسانية للسكان عبر المروحيات، إلى أن جرى اليوم فتح طريق دير الزور تدمر دمشق الدولي لإرسال المساعدات الإنسانية والغذائية برا. السلام عليكم. الحرب قطعت الكثير من أوصال المناطق السورية وأقفلت ممرات الأمان أمام المواطنين، ومن استطاع الخروج قصد مدن الساحل التي لم تشهد معارك. التقرير التالي يسلط الضوء على الواقع الإنساني للمهجرين ومراكز النزوح خصوصا في مدينة طرطوس. إنها طرطوس واحدة من أكثر المدن السورية التي احتضنت اللاجئين من مختلف المناطق الساخنة. 22 هو عدد مراكز الإيواء التي أنشأتها الحكومة السورية. إلى الساحل وساحل الأمان هربوا بحثا عن دفء فقدوه في ديارهم. عائلات بأكملها نزحت لم تحمل معها سوى ما خف من الملبس والزاد، بعض الأوراق الشخصية والذكريات التي لا زالت في البال عن منزل كان آمنا قبل أن تلفحه نيران الحرب. اللي ما بينضم معنا بيسوي وشبيح، ما في رحمة ولا شفاف في قلبهم أبدا. أطفال بيجوا بشيلوها من قدام بيوتهم، شردونا بهدلونا دمرونا. أنا من حلب وكنت أعمل بالطباعة، وجينا لهون على طرطوس اشتغلنا هون وفتحنا، شفت مثل ملق شيف باب معيشة خضرة وما خضرة. ونحن مهجرين من مدينة سلقين من إدلب، وكل شهر بشهر بيعطونا، والنظام كتير منيح هون. نزحنا من حلب من صلاح الدين من رمضان وجينا لهون
الحمد لله عايشين ومبسوطين. أمام مراكز المساعدات يصطفون أحيانا في طوابير لا يخلو الوقوف من إشكاليات، فأكثر من نصف مليون نازح جاء إلى محافظة طرطوس. استقبلت محافظة طرطوس العديد من الأسر من الأخوة الوافدين من المحافظات الأخرى، وآوتهم في مراكز إيواء حكومي بلغ عددها 22 مركز حكومي. أزمة النازحين كبيرة، ولا شك أن في مقدمتها تأمين المساعدات الغذائية خصوصا لمن فقد معيله. أعداد كبيرة تتطلب تضافر الجهود وإمكانيات كبيرة لاستيعاب 50,000 عائلة مهجرة. الواقع الصحي ليس بأحسن حالا في مراكز الإيواء، حال دفع القائمين إلى إنشاء مراكز طبية إضافة إلى حملات تلقيح للأطفال. نحن نقدم في مديرية صحة طرطوس كافة الخدمات الطبية الطبية والعلاجية لإخوتنا الوافدين، سواء كان ذلك من خلال المراكز الصحية المنتشرة على كافة أنحاء المحافظة، ومن خلال إحداث نقاط طبية في أماكن التجمع. المراكز في طرطوس لم تأخذ شكل المخيمات التقليدية، فالسلطات أخلت بعض المؤسسات الحكومية لاستيعاب العائلات الوافدة، مؤسسات رسمية وصالات رياضية أضحت مراكز كبرى لاحتضان النازحين. تعاني كرة القصير في سوريا على الحدود مع لبنان افتقارا إلى الخدمات الصحية، وخاصة القرى التي شهدت اشتباكات في فترة سابقة بين الجيش السوري ومجموعات معارضة. الهيئة الصحية الإسلامية في لبنان تزور أسبوعيا المنطقة وتعاين المرضى وتقدم الأدوية المجانية. فريق الميادين رافق الهيئة إلى قريتي زيتا وربلا بريف القصير، وتقرير لبسان طراف حول الموضوع. من لا يعرف المنطقة فقد يخال نفسه ما زال في لبنان، حاجز صغير وتصبح في سوريا. زيتا أولى القرى التي تستقبلك، الحياة عادت طبيعية في هذه القرية الزراعية. هذا المزارع يفلح أرضه وذلك يتجه إلى عمله. نظرات التفاؤل واضحة في عيون الصغير والكبير هنا. كانت البلدة لوضع صحي يعني كان سيء جدا يعني. افتقار قرية زيتا إلى الخدمات الصحية كان وراء زيارة فريق الهيئة الصحية الإسلامية الذي استحدث مراكز صحية في القرى التي شهدت معارك. نحن المركز مثل أي مركز صحي بقدم كل الخدمات الصحية بالإضافة للأدوية، وفي عنا أدوية علاجات دائمة، وبالإضافة لشغلة في عنا مركز بقلب مركز خدمة طوارئ. رحلة تقديم الدعم الصحي بدأت منذ 8 أشهر، من معاينة المرضى إلى تقديم الأدوية المجانية إلى حملات تلقيح وتدريب المرأة على العلاج الذاتي وتحويل المرضى ذوي الحالات الخطرة إلى مستشفيات لبنانية. فتحوا المستوصف للهيئة الصحية هون، طلبوا منا كل شيء معه مرض دائم يجي يقدم اسمه، وصار يأمنون لنا الدواء مجانا. من زيتا توجهنا عبر مستوصف نقال إلى بلدة ربلة. لا طبابة هنا ولا حتى مستوصف يبقي أملا لدى السكان بأن يبنيه يوما فريق طبي. أهلي ربل الكرام، لقد وصل الفريق الطبي إلى كنيسة ربل، فعلى من يود المعالجة والاستطباب التوجه حالا إلى الكنيسة. أجراس الكنيسة هنا لا تقرع للصلاة فقط، فكما تعلن أوقات راحة القلوب تعلن معها أوقات شفاء الأجساد. يعرف أولئك الصبية أنهم اليوم على موعد مع المستوصف المتنقل. نحن عم نجيب النقال، منجيب أدويتنا معنا، فريقنا الطبي معنا مؤلف من طبيب أو أكثر حسب الحاجة مع الممرضات، ونحن بخدمة هدول الناس. على الرغم من أن إخفاء اليد اليسرى ما أنفقته اليمنى هو قمة العطاء، قد يكون معرفة ما أنفقت اليد اليمنى سبيلا لاستمرار العطاء. خدمة الإنسان والمستضعفين هو الهدف من هذه الحملة، حملة لا حدود فيها لأياد الخير، وبالنسبة إليهم الخدمة الصحية والمقاومة وجهان لعملة واحدة. بسام طراف من بلدة ربلة السورية، الميادين. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 64 القاضي بإحداث محاكم استئناف مدنية استئناف جنح وصلح في عدليات محافظة درعا وطرطوس وريف دمشق. وينص المرسوم على أحداث محكمتي استئناف مدنية ومحكمتي استئناف جنح في منطقتي الصنمين وإزرع في عدلية درعا، أحداث محكمة صلح مدنية سادسة في عدلية طرطوس، ومحكمة صلح في منطقة أشرفية صحنايا في عدلية ريف دمشق.
تأكيدا على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تقديم كل أشكال الدعم وتأمين متطلبات الصمود. الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء يلتقي وفد تجمع اللاذقية قلب واحدة بدمشق. أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن العادات والتقاليد الأصيلة المتجذرة لدى أبناء الشعب السوري والتي تدعو إلى المحبة والتعاون والتسامح ونبذ الأحقاد وإغاثة المحتاج ورص الصفوف أيام الملمات والعيش المشترك، أفرزت خلال الحرب الكونية التي تتعرض لها سوريا تجمعات أهلية فعالة متشربة من عبق هذا التاريخ المجيد والعريق للشعب السوري وحضاراته، تسهم حاليا في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من جراء الأعمال الإرهابية وبلسمة الجراح وزيادة تماسك النسيج المجتمعي السوري وتحصينه ضد الآفات الفتاكة وعلى رأسها الفكر الوهابي، كما أنها تدعو إلى نبذ العنف والأحقاد وزيادة التلاحم بين الجيش والشعب ونشر المحبة والتسامح. وخاطب الحلقي أعضاء التجمع أن ما يقومون به من أعمال إنسانية وثقافية تهدف للمحافظة على الوحدة الوطنية والحوار البناء بين أبناء الوطن الواحد، مبينا أن ما تمر به سوريا لا خلاص منه إلا بأيدي السوريين وعقولهم وسواعدهم بالتوازي مع قيام جيشنا الباسل بملاحقة فلول العصابات الإرهابية. وأكد الحلقي حرص الحكومة على تعزيز قدرات صمود الشعب السوري وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لكل أبناء الوطن المتضررين من جراء الأعمال الإرهابية بالتعاون مع فعاليات المجتمع الأهلي، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح لأي جهة في العالم باستغلال وصول المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف مريبة على الأرض. وأكد الحلقي أن الوضع الاقتصادي في تحسن مستمر وأن الحكومة استطاعت بالرغم من الحصار الجائر توفير كافة مستلزمات المواطنين من المواد الغذائية والمشتقات النفطية، إضافة إلى استمرارها بالدعم الاجتماعي خاصة المواد التموينية وغيرها. أعضاء التجمع ثمنوا الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تقديم كل أشكال الدعم للمواطنين. تناولنا قضايا تتعلق بمعاناة جرح الجيش العربي السوري وملفات المخطوفين وخصوصا ملف المخطوفين في ريف مدينة اللاذقية وبعض القضايا التي تتعلق بالوضع المعيشي، نقل الحالة الأهلية الاجتماعية التي تمر بها المحافظة ولإطلاق شرارة من للعمل الأهلي الاجتماعي إلى باقي المحافظات السورية. وأكد أعضاء الوفد ضرورة معالجة بعض الملفات المتعلقة بأبناء المحافظة لا سيما الموقوفين والمخطوفين وزيادة الاهتمام بأسر وذوي الشهداء. الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال التقى وفد تجمع اللاذقية قلب واحد. أقال هلال إن ما يميز هذا التجمع أنه يمثل كل أطياف المجتمع السوري ما يعطيه القوة والدعم، مشيرا إلى أن القيادة تدعم كل المبادرات الوطنية الأهلية التي أطلقت مؤخرا وكانت عونا حقيقيا للحكومة للتخفيف من معاناة المواطنين من جراء الأعمال الإرهابية. وأوضح الأمين القطري المساعد للحزب أن الحرب الكونية جزء كبير منها هدفه ضرب الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الذي نتميز به، إلا أن هذه المؤامرة سقطت بفضل هذه الوحدة، مبينا أن القيادة ستقدم كل الدعم والعون للتجمع وللمبادرات الوطنية للمساعدة بتحقيق أهدافها، كما ستتم معالجة المشكلات التي تم طرحها بالتعاون مع الجهات المعنية. يوسف أحمد رئيس مكتب التنظيم أكد أن هذا التجمع الشامل لكل المكونات المحافظة حقق أهدافه رغم الفترة الزمنية لتشكيله. أعضاء التجمع طلبوا بضرورة تخفيف الأعباء عن أسر الشهداء ومساعدة جرحى الجيش، الاهتمام أكثر بالجانب الخدمي. بيّن وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين أن التحديات والصعوبات التي تواجهها الأونروا في سوريا نتيجة للممارسات التي ترتكبها العصابات الإرهابية المسلحة في مناطق وجود اللاجئين الفلسطينيين. وخلال لقائه فيليبو غراندي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، أكد المعلم حرص الحكومة السورية على استمرار استضافة هؤلاء اللاجئين لحين حصولهم على حق العودة إلى فلسطين، مشددا على ضرورة تحييد اللاجئين الفلسطينيين عما يجري في سوريا ومشيدا بالجهود التي تبذلها الأونروا في سوريا. غراندي استعرض الجهود التي يبذلها فريق الأونروا لتقديم الدعم والإغاثة
للاجئين الفلسطينيين المتضررين من جراء الأزمة، خاصة ضمن مخيم اليرموك، مشيدا أيضا بالتعاون المثمر والجهود البناءة التي أبدتها الحكومة السورية طوال فترة عمله مع الأونر، ومتمنيا استمرار هذا التعاون مع المفوض العام الجديد وزملائه في المستقبل. وزارة الخارجية والمغتربين تجدد استمرارها بالتعاون مع الأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الأزمة بالمحافظات السورية كافة، وتؤكد استعدادها للمساهمة في كل جهد صادق ومخلص لتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، وتشدد بالمقابل على أهمية أن تكون الجهود الدولية صادقة وبعيدة عن التوظيف السياسي. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها أن مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا حول الوضع الإنساني في سوريا، وفي هذا الإطار فإنها تجدد استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سوريا للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2139 على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني، وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية. وأشارت الخارجية إلى أن إقرار مجلس الأمن بتصاعد الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة ودعوة المجلس لمكافحته وهزيمته هو خطوة بالاتجاه الصحيح، مشددة على أن معالجة الأزمة الإنسانية في سوريا تستوجب مواجهة الإرهاب المدعوم خارجيا ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، وإلزام الدول المتورطة بتوفير الدعم المالي والعسكري والتدريب والإيواء والتسليح للعصابات الإرهابية في سوريا بالامتناع عن ذلك ذات الصلة. وأضافت الوزارة: لقد عملت الحكومة السورية دائما على القيام بواجباتها في توفير المستلزمات الأساسية لمواطنيها، وتعاونت في سبيل ذلك مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من خلال سلسلة خطط متعاقبة متفق عليها منذ العام 2012 للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الأزمة، وآخرها خطة الاستجابة للاحتياجات في العام 2014، كما مكنت الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا من توسيع نطاق نشاطات الأمم المتحدة، ما أتاح لها توزيع مساعدات غذائية لنحو 3,800,000 مواطن شهريا. أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد استعداد الحكومة للتعاون الكامل مع مفوضية اللاجئين في جميع المجالات بصورة لا تتعارض مع السيادة الوطنية. أشار الأحمد خلال لقائه وفدا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة فولكر تورك إلى أن وزارة العدل وثقت عددا من الانتهاكات التي يتعرض لها المهجرون السوريون في مخيمات اللجوء في بعض دول الجوار وخاصة التركية. وعرض وزير العدل التشريعات والقوانين السورية التي تجرم إشراك من هم دون سن 18 في الأعمال القتالية. ورئيس الوفد فولكر تورك أشار إلى أن المفوضة منظمة حيادية مستقلة تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية للأماكن التي يصعب الوصول إليها. وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندا شماط أكدت خلال لقائها فولك تورك وفد المنظمة أهمية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال الحماية وخدمات المجتمع بعيدا عن أي شكل من أشكال الاستثمار السياسي. أشارت الشماط إلى ضرورة العمل المشترك بين الوزارة والمفوضية لإيجاد برامج تنفيذية واضحة للتعامل مع ضحايا العنف من النساء اللاتي تعرضن لأحد أشكاله. An agency like the UNHCR, which is. هناك مفوضية سامية لشؤون اللاجئين. عملنا على مدى السنوات السابقة مع الحكومة السورية ومع الشعب السوري كمنظمة تابعة للأمم المتحدة على قضايا اللاجئين. في هذه الأزمة كما في أي أزمات أخرى، من الضروري والمهم للمنظمات الإنسانية ولجميع الأطراف ضمان حماية المدنيين بشكل خاص. ما تعاني منه سوريا اليوم يجب أن لا يغربن عن البال أنه يرتبط ارتباطا أساسيا بالدعم غير المحدود الذي تتلقاها العصابات الإرهابية المسلحة من دول الجوار، ولا يجوز تخصيص رقعة جغرافية
معينة بإلائها العناية دون رقعة جغرافية أخرى. لذلك عرضت كل المناطق السورية التي تحاصر أو التي من قبل الإرهابيين أو الذي اتخذها هؤلاء الإرهابيين كدروع بشرية، كما هو الحال في عدرا العمالية وغيرها من المناطق. ميدانيا في حمص، جيش العربي السوري يستهدف تجمعات الإرهابيين في قرى الدار الكبيرة والخالدية بريف المحافظة الشمالية ويؤمن الاحتياجات الأساسية ولا سيما الغذائية إلى القرى التي يسيطر عليها الإرهابيون، ومنها الرستن وتلبيسة وتير معلة والغنطو. مشاهدينا الكرام، نرصد اليوم عمليات الجيش العربي السوري على محور الدار الكبيرة، حيث تقوم بواسل الجيش بضرب مقرات الإرهابيين، وقامت باستهداف عدد من أوكار الإرهابيين وضرب عدد من مستودعات الأسلحة والذخيرة وتدميرها بالكامل، كما تقوم بالتصدي دائما لمحاولات تسلل الإرهابيين من الدار الكبيرة والخالدية باتجاه القرى المجاورة. هذه هي بلدة الدار الكبيرة التي يتحصن بداخلها العصابات الإرهابية. تقوم هذه المجموعات الإرهابية بإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه مدينة حمص. نحن هون على خط تماس مباشر مع المسلحين، في عندنا دائما عمليات قنص مصير من المجموعات الإرهابية. وهنا أيضا في المحور الآخر قرية الخالدية، كما نشاهد أيضا تتحصن بداخل هذه القرية العصابات الإرهابية التكفيرية. عندك هدف عم يتحرك منطقة تل الشيخ محمد، رصدت. يحاول الإرهابيون من هذه المنطقة التسلل إلى مناطق حمص الآمنة، ومحاولة ضرب المدنيين، ومحاولة ضرب البنى التحتية، ومنها محطة كهرباء الدار الكبيرة. ونقوم باستهداف الإرهابيين بشكل دائم، حيث رصدت آخر محاولة لهم البارحة، محاولة تسلل بكابين دوشكا ومجموعة من العناصر الإرهابية، تم التعامل معهم والقضاء عليهم قضاء كاملا، بالإضافة إلى تدمير مقرات قيادة تابعة له ومخازن صواريخ قادمة من تركيا. وبعد جولتنا الميدانية رصدنا كيف يقوم الجيش العربي السوري بتأمين احتياجات قرى الريف الشمالي بحمص، ولا سيما المواد التموينية والغذائية، بالرغم من إعاقة الإرهابيين لإدخالها. نحن منطقة تير معلي. لوين هلا مفوت والله البضاعة على تلبيسي وعلى الغنطة وعلى الرستان بإشراف الجيش، والله خينا الجيش. شلون بيقولوا إنه الحكومة السورية عم تمنع إدخال لا الأكل والشرب؟ لا معلمنيك، شفت عيناك، هذا كله فايت على الغنطة وعلى تيرماني وعلى تلبيسي وعلى الريف الشمالي كله. المنظمات الدولية عم تتهم الحكومة السورية إنه ما في إدخال أكل وشرب للمواطنين الأمنين جوا. هذا شعار عن الصحة أبدا، كل يوم بشكل يوم يفوت 4-5 مرات منفوت لحنا على تير معلي وعلى الغنطة وبقية المناطق. عم فوت خضرة ومواد غذائية. لوين؟ المنطقة الشمالية كاملة، رستان، تلبيسي، الغنطة. شلون عم تفوتوها؟ عن طريق الجيش. مع انه عم يصير معنا بعض العرائيل المسلحين. كل المواد الغذائية عم تفوت للريف الشمالي. لحد حما من هوني. معي بطاط تبع اطفال. لوين هلا اخذ؟ هلا بدنا ناخذها على تير معلي وعلى تلبيسي. بعض القنوات عم تقول انه ما بيدخل سوريا، مو متخيل. لا عم يدخل كل شيء على هالمنطقه كلها، عم يدخل عليها طحين، غاز، خبز، كل شيء. جنودنا البواسل في حاله معنويه عاليه دائما للقضاء على الارهابيين المرتزقه. لاخبار التلفزيون العربيه السوري، معين درغام، الدار الكبيره. نبقى في حمص، حيث تم تسوية أوضاع 60 شخصا من الذين خرجوا من المدينة القديمة، ليصل عدد من سويت أوضاعهم إلى أكثر من 300 شاب. تمت اليوم تسوية أوضاع عدد من الشبان الذين تم إجلاؤهم من حمص القديمة وفقا لاتفاق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، فيما تستمر عمليات التسوية بشكل دائم في الأيام المقبلة وعلى مراحل متعددة. يعني اكبر شيء نحن عم نحكي انه الكذب اللي كنا عايشينه جوا نحن، والعالم اللي كانت عم تكذب علينا جوا، ونحن ما كنا بنعرف هذا الوضع كلياته بصراحه. يعني عم يقولوا انه انتم هلا بمعتقل. نحن ما لنا بمعتقل، بالعكس كنا بغابه، كلها عصابات، كلها ارهابيه، كانوا يهددونا كل ما بنطلع يهددونا بالسلاح. والحمد لله الله وفقنا وطلعنا. دولة بالاساس بالاول بالاخر هي الام،
أم الحنوني. الحمد لله رب العالمين، وبلدنا حلوة، سوريا حلوة، والله يحميها يا رب. شو رأيك بهالمبادرة هاي؟ كثير حلوة، مبادرة حلوة، فرصة من ذهب. كثير شعور حلو يعني، إنه يعني نرجع لحضن الوطن. نحن جاهزين لأنه نقدم كل مساعدة إلى كل من يعود إلى طريق الصواب، نقول له أهلا وسهلا. هي فرصة لمن غرر بهم وحملوا السلاح ليعودوا إلى حضن الوطن، وليصل العدد الإجمالي الذين سويت أوضاعهم حتى اليوم إلى أكثر من 300 شاب. من مدينة حمص، أخبار التلفزيون، إيمان إبراهيم. الجيش العربي السوري يقضي ويتقدم على أعداد من الإرهابين في تلال المريعية وحويجة المريعية في دير الزور. محاور عدة تقدمت من خلالها قواتنا الباسلة في قرية المريعية من الجهة الشرقية لمدينة دير الزور، عندما نفذت كمينا محكما للعصابات الإرهابية المسلحة وأوقعتهم في شرك أعمالهم الإجرامية ضمن القطاع الجنوبي المطل على محطة النيشان النفطية، أحد المصادر الرئيسة للغاز، ومحطة رفع المياه الثانية والتي تغذي الأراضي الزراعية بالمياه العذبة، ووصول أشاوس جيشنا إلى محطة البحوث الزراعية والتمركز فيها ومصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة. المصادرات التي كانت بحوزة هؤلاء الإرهابيين، إحدى وسائل الإرهاب مدفع جهنم كما يطلقون عليه، إضافة للرشاشات وقاذف RPG وأيضا روسية وأسلحة وذخيرة وأجهزة اتصال لاسلكية أيضا، إضافة إلى مدافع الهاون والحشوات التي كانت بحوزة الإرهابيين. تمت العملية باقتحام محطة الرفع من 3 محاور، تطويق المحطة والتأثير الناري المكثف عليها. تم قتل عدد كبير من الإرهابيين والاستيلاء على بعض الأسلحة والعتاد للمسلحين كما ترون. وحدات جيشنا استمرت في تقدمها من الجهة الشمالية الشرقية المطلة على حويجة المريعية بعد تمشيطها للمناطق التي كانت تتمركز فيها المجموعات المسلحة. تكمن أهمية هالموقع اللي نحن فيه بأنه مطل على المطار بشكل مباشر، كان يستخدموا المسلحين باستهداف الطيران المدني قبل العسكري بقذائف الهاون والصواريخ الحرارية والصواريخ الموجهة سلكيا ولاسلكيا. هذه هي جثث العناصر الإرهابية التي وقعت بين أيدي قواتنا الباسلة في محطة الرفع بالقرب من البوعمر. الأعمال العسكرية في قرية المريعية شهدت معارك بطولية لقواتنا الباسلة، والتي بسطت من خلالها السيطرة الكاملة على محيط القرية والتلال المطل عليها. لأخبار التلفزيون، محمد العرسان، دير الزور. تتسع رقعة المسيرات الداعمة لبطولات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب وتعبيرا عن التأييد للثوابت الوطنية. تتواصل المسيرات الوطنية في معظم المدن السورية تأكيدا على الوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب. واليوم خرج أبناء نجهة بريف دمشق داعين إلى ضرورة الوحدة في مواجهة الإرهاب والتدخل الخارجي. نحن كلياتنا مع الجيش العربي السوري. تحية للجيش العربي السوري الذي يدافع عن بلده بشراسة وبصلابة، هو والمقاومة والشعب السوري. نحن أغلب مدرستنا طلاب مهجرين من مناطق ساخنة فاتوا للإرهابيين، بس الحمد لله بفضل الجيش تحررت، ونحن حابين نعبر عن شكرنا وفرحنا. أصوات علت بهتافات وطنية أكدت أن إرادة السوريين هي الأساس وقرارهم مستقل. الحقيقة ترسم نفسها في هذا الحشد الكريم الذي جاء من قرية نجهة ومن القرى المجاورة لها، جاء تأييدا للجيش العربي السوري. الجيش العربي السوري هن أخواتنا وأهلنا وأبنائنا، هن اللي حمونا وحموا أعراضنا وحموا أرضنا، وهن الحصن الحقيقي لبلدنا. مما لا شك فيه أن انتصارات الجيش العربي السوري المستمرة في دحر الإرهابيين باتت ظاهرة للعيان وللعالم أجمع. كما خرج أبناء حي الجاجية في حماه بمسيرة شعبية أكدوا فيها دعمهم للجيش العربي السوري في عملياته ضد العصابات الإرهابية المسلحة،
مهما تكلمنا عن بطولات الجيش العربي السوري لأنه فيه أقل من واحد بالألف من حقه، نحن نريد أن نقول للقاصي والداني أننا مع الجيش العربي السوري. الله يحمي الجيش والله يحمي سوريا من هالغدر ومن هالإرهابية، الله يحميها. السوريون بأطيافهم كافة قالوا كلمتهم وحددوا خيارهم بدعم جيشهم الوطني بكل قوة لاجتثاث الإرهاب، لتبقى سوريا عنوانا للانتصار ورمزا لوطن موحد وعريق.